الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حب الأوطان ده درس النهاردة من هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتعرض للأذى هو وأهل بيته، ومع ذلك لما أخرجوه من مكة وقف مخاطبا مكة قائلا لها: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. ومع ذلك خرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يذهب إلى المدينة، وفي طريقه يدعو: اللهم حبب إلي المدينة كما حببت إلي مكة. حب الأوطان. يرجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكة، ولما يفتح مكة يقف مخاطبا أهل مكة يقول لهم إيه: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: ابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. العذاب اللي تعرض ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والأذى اللي تعرض له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلهوش أبدا يكره في يوم من الأيام وطنه. حب الأوطان فطرة في الإنسان، يجب على كل إنسان أن يحب وطنه وأن يعمل من أجل الوطن هذا. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.